تحية طيبة مشاهدي الكرام، 8 مساء بتوقيت قناة الموريتانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار يصحبكم فيها محمد ذو الحي ويستهلها معكم بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق على مشاريع مراسم مهمة ويستعرض بيانين يتعلقان بتعبئة الموارد لبناء ميناء المياه العميقة في نواديبو واعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في ترارزة. الجمعية الوطنية تصادق على القانون المتعلق بمحاربة الفساد وعلى تعديلات في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. النظام والمعارضة في سوريا يرفضان إنشاء نظام فيدرالي كردي في شمال البلاد، وروسيا تؤكد سحاب قواتها خلال يومين أو ثلاثة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي تصحبني فيها بلغة الإشارة زميلتي عائشة متعالي، وذلك خلال استعراضنا لنتائج اجتماع مجلس الوزراء. صدق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالقصر الرئاسي على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه، كما صدق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين بلادنا والشركة الموريتانية تيرمينال وبروتور التي ستقوم بإنجاز مشروع أقطاب صناعية ولوجستية في نواكشوط. واستعرض المجلس بيانين يتعلق أحدهما بتعبئة الموارد اللازمة لبناء ميناء المياه العميقة في نواديبو، والثاني باعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في ترارزة. نتابع فيما يلي نص بيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم 17 مارس 2016 تحت رئاسة السيد محمد ول عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 059/2011 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل معايير توزيع مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، وذلك لتحسين جودة الخدمات الأساسية عبر صيانة وتأهيل التجهيزات وتعزيز قدرات البلديات في مجال التسيير باكتتاب الأطر الذين تحتاج لهم. ولهذا الغرض يقترح مشروع المرسوم تخصيص 60% من اعتمادات الصندوق للتسيير و 40% لعمليات الصيانة وتأهيل التجهيزات. مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة الموريتانية تيرمينال أوبراتور. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على اتفاقية التأسيس المبرمة بتاريخ 24 فبراير 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة والشركة الموريتانية للفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية المعروفة اختصارا بMTO من جهة أخرى. وطبقا لهذه الاتفاقية ستقوم الشركة المذكورة بإنجاز مشروع أقطاب صناعية ولوجستية في نواكشوط بكلفة إجمالية مبدئية تبلغ 2,560,000,000 أوقية. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود ترقية القطاع الخاص، ويتوقع أن يؤدي إلى خلق 250 فرصة عمل منها 50 فرصة عمل دائمة. مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية. مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم. مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية. وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بيانا يتعلق بتعبئة الموارد اللازمة لبناء ميناء المياه العميقة في نواديبو. يهدف هذا البيان إلى الإحاطة بمراحل ما بعد دراسة المردودية التجارية والجدوى الأولية لميناء المياه العميقة في نواديبو وعناصر مسار تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
ويقترح البيان وضع خارطة طريق تعكس التزام السلطات العمومية ببذل كل الجهود اللازمة للإسراع بإنجاز هذه البنية الأساسية الاستراتيجية التي ستساهم في ترسيخ المكانة المستقبلية لمدينة وادبو كقطب متعدد التخصصات في مجال خدمات الموانئ في شبه المنطقة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق باعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في ترارزة. يقترح هذا البيان اعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في بلادنا على مستوى منطقة نموذجية هي ولاية ترارزة، وذلك طبقا لتوصيات الدراسة المعدة لهذا الغرض. وعلى هذا الأساس بلغ طول مخطط السور الأخضر في ترارزة 270 كيلومتر بعرض 20 كيلومتر، وهو يمر بمقاطعات كرمسين وروسو والمذرذرة وركيز وبوتلميت، كما يعبر بلديات كرمسين مبلل روسو والخط والمذرذرة والتاجلالت وبرين وركيز وبطلحاية وانتيشط وآجوار. هذا وقد علق كل من وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والداخلية واللامركزية والبيئة والتنمية المستدامة في مؤتمر صحفي عقدوه زوال اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الأمين والشيخ مشاريع المراسيم والبيانات التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها اليوم. كما استعرض وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد العبد الله مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 059/2011 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه. وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي كامارا استعرض بدوره محاور البيان المقدم أمام المجلس والمتعلق باعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في ولاية ترارزة. وفي أعقاب المؤتمر رد سادة الوزراء على أسئلة الصحفيين. شكرا للزميلة عائشة متعالي التي صاحبتنا بلغة الإشارة خلال استعراضنا لنتائج اجتماع مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء مساء اليوم في وزارة العلاقات والبرلمان. هذا وبإمكان السادة المشاهدين متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي بعد النشرة باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. صدقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية لليوم برئاسة السيد محمد والبيلي رئيس الجمعية على القانون رقم 16/79 المتعلق بمحاربة الفساد. كما صدقت الجمعية الوطنية في هذه الجلسة العلنية على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مثلة الحكومة في هذه الجلسة من قبل وزير العدل السيد إبراهيم ولدادة. ناقش نواب الجمعية الوطنية في هذه الجلسة العلنية مشروع القانون رقم 16/079 المتعلق بمكافحة الفساد تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد والبويلين. وفي بداية افتتاح هذه الجلسة قدمت النائبة البتول بنت عبد الحي تقريرا مفصلا حول هذا المشروع أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع، واستعرضت فيه الأهداف الأساسية من ورائه والتي ستمكن من محاربة الفساد باعتباره من أبرز التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية في الوطن. بعد ذلك أفسح المجال أمام مداخلات النواب والتي ركزت في مجملها على تثمين هذا المشروع والمطالبة بتطبيقه بعد المصادقة عليه من أجل محاربة الفساد في جميع صوره، دعما للتعاون الدولي من أجل استرداد الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية. كما قدم النواب في هذه المداخلات تساؤلات تتعلق بهذا المشروع مطالبين بمضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة والتعامل بصرامة مع ممارسيها بالضوابط والآليات القانونية التي تضمنها مشروع القانون. وزير العدل السيد إبراهيم ولدادة حضر هذه الجلسة واستعرض في مداخلته أمام النواب شرحا مفصلا عن الأهداف الأساسية لهذا المشروع والسياسات التي اتبعتها الحكومة سبيلا لتشريعه وتطبيقه، مؤكدا في هذا الإطار أن البلاد قطعت مراحل مهمة في جهودها الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة، وهو ما حقق نتائج إيجابية ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية. وأضاف وزير العدل أن الأجيال القادمة هي المستفيد الأول من تطبيق مشروع القانون الذي سيساهم في تسيير معقل للمال العام وتشديد الرقابة على موارد الدولة لتفعيل هذه الآليات بهدف تعزيز جهود الحكومة لمحاربة الفساد
كما رد السيد الوزير في هذه المداخلة على أسئلة النواب التي تناولت أهداف المشروع والآليات المتخذة لتطبيقه، وفي الأخير صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون. كما صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048/2005 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونبقى في الجمعية الوطنية، حيث خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية في الغرفة الاجتماع الذي عقدته مساء أمس برئاسة نائب رئيسها نائب سليمان علي با لدراسة ومناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير التجهيز والنقل سيد محمد والخونة، تطرق فيه لمختلف بنود مشروع القانون المذكور. وستقوم اللجنة بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون لعرضه في الجلسة العلنية التي سيناقش خلالها. اختتمت وزيرة الزراعة جولتها الاستطلاعية لولاية الحوضان وتقانت، وقد مكنت هذه الزيارة من الاتصال بالمزارعين في مناطق الانتاج والتعرف عن قرب على مدى تنفيذ المشاريع التي تستهدف دعم البنية التحتية الزراعية. وكانت آخر هذه المحطات تفقد واحات النخيل بمدينة تيجيجة وبعض السدود في بلدية تامور تنعاج. في هذه الواحة الواقعة في بطحاء تججة اطلعت وزيرة الزراعة السيدة الأمينة من القطب والممة على عمل الفرق الفنية التي أوفدها القطاع لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي ظهرت في بعض الحدائق بوسط المدينة. تدخل هذه الفرق مكن من محاصرة هذه السوسة بطرق فنية تم توضيحها بشكل مفصل، وبمكان حرق النخيل المصاب تم التعرف على الطرق المتبعة في مجال حرقه ضمن خطة فنية تستهدف محاصرة هذه السوسة في أفق ضيق. ظهرت بؤرة من سوسة النخيل الحمراء نتيجة لاستيراد بعض المواطنين للنخيل من مناطق موبوءة. الوضع تحت السيطرة تماما، لأن هذه الحشرة محصورة في بؤرة قطرها حوالي 250 متر في 13 حديقة. وفي مجال التعرف على وضعية منشآت التحكم في مياه الأمطار تم التعرف على وضعية سد الدروم التابع لبلدية تججة الذي يعود إنشاؤه إلى أربعينات القرن الماضي. وبهذا السد الذي يوفر فرصا عديدة لزراعة القمح والشعير تم الاستماع إلى مطالب المزارعين وطمأنتهم بأن الدولة ستواكبهم في مختلف مراحل العملية الإنتاجية. واختتمت وزيرة الزراعة زيارتها التفقدية بزيارة السد الحسينية بتامور تنعاج الذي يعمل على حصر مياه السيول المتدفقة عبر وادي بوراقة. سد يجري ترميمه من قبل برنامج التنمية المستديمة للواحات، حيث تصل مساحته الإجمالية إلى 800 هكتار يستغلها ما يزيد على 400 مزارع يتوزعون على رابطتي تسير تشارك للواحات في الحسينية والخديمة. وقد مكنت زيارة وزيرة الزراعة لولايات الحوضين وتقانت من شرح السياسة العامة لقطاع الزراعة والتعرف على مدى تنفيذ المشاريع التي تستهدف تعزيز البنية التحتية للإنتاج الزراعي. نحن اليوم في آخر محطة من محطات زيارة التي قادتنا إلى ولايات الحوضين وتقانت، والتي تأتي في إطار تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لأعضاء الحكومة لضرورة الوقوف على اهتمامات المواطنين، وكذلك الوقوف على مدى نجاعة البرامج التي تنفذها الحكومة لصالح المواطنين. في هذه الزيارة وقفنا على محطة مبيكة الأحواش، وهي مقاطعة تعتبر بادرة مهمة من فخامة رئيس الجمهورية ولها دلالات كبيرة في تثبيت المواطنين وتوفير لهم ظروف كريمة للمعيشة. بعد ذلك زرنا مناطق الإنتاج في الولايات الأخرى، ووقفنا على مدى تقدم الأشغال في بعض السدود الكبرى على مستوى هذه الولايات الثلاثة المزورة.
وإلى ولاية العصابة، حيث وضع المدير العام للوكالة الوطنية التضامن المكلف بمكافحة آثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وبدمج الحجر الأساس لمدرسة ابتدائية متكاملة في قرية قدنبلة التابعة لبلدية العويسي في مقاطعة باركيول. تدخل هذه المدرسة في إطار البرامج التنموية التي تنفذها الوكالة لصالح الفئات الهشة في مثلث الأمل. كما وضع السيد المدير العام حجر الأساس لإعدادية في بلدية كامور بمقاطعة قرو. إذا كان الاهتمام بحاضر سكان الريف أولوية في السياسة العامة للدولة، فإن مستقبل أبناء المناطق الأقل حظاً في التعليم يتصدر البرامج الخاصة لوكالة تضامن. وتجسيدا لهذه البرامج على أرض الواقع، وضع المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق وللدمج ولمحاربة الفقر الحجر الأساس إذال ببدء الأشغال في بناء مدرسة ابتدائية متكاملة الأقسام وبمواصفات تتلائم فنيا مع مثيلاتها في باقي مناطق البلاد. هذه المدرسة شرعت المصالح الفنية التابعة للوكالة في تشييدها وسط قرية قدنبلة واحد التابعة لبلدية العويسي في مقاطعة باركيول، وذلك بغلاف مالي يربو على 95 مليون أوقية على نفقة الوكالة. ويتطلع سكان هذه القرية والأحياء المجاورة لها أن تساهم المدرسة بعد اكتمالها المتوقع قبل بداية العام الدراسي القادم في الرفع من المستوى المعرفي لدى الأطفال. شاكر سيد فخامة رئيس الجمهورية على التدخل اللي تدخل به للمثلث الأمل اللي من سنة 2014 جاي دخلونا المدارس النظاميات الحساسة وكنا فاصلين فيها، ودخلنا مولي الماء في بعض الجهات مولي تبارك الله ولباس، معناها أن اليوم نشعر لأن الدولة صدت شعورنا وهذا شيء مهم عندنا حتى، وكنا فاصلين فيه، كنا إلى أقصى حد به اللي هي النقطة البرانية من المنطقة اللي نحن فيها اللي هي تبارك الله بتناسب فيها المدرسة المتكاملة. وفي مقاطعة قرو وتحديدا في بلدية كامور، تدخلت وكالة تضامن بمشروع آخر سيعزز المنظومة التربوية في البلدية، يتعلق الأمر بإعدادية متكاملة أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق وللدمج ولمحاربة الفقر الأستاذ حمدي المحجوب على وضع حجره الأساس، واستمع في محيطها إلى شروح حول خصائصها الفنية وما يتميز به مخططها المعماري من مكونات. وحسب الفنيين تقدر الكلفة المالية لهذا المشروع ب 129 مليون أوقية مولة إجمالا من ميزانية الوكالة. ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة، نظمت رابطة النساء معيلات الأسر صباح اليوم بالعاصمة ورشة لمراجعة الخطة الاستراتيجية للرابطة للفترة ما بين 2016-2026. رئيسة الرابطة سيدة أمية بنت المختار استعرضت في كلمتها بالمناسبة المحاور الأساسية للاستراتيجية، والتي من بينها محاربة العنف ضد المرأة ومكافحة الرق ومخلفاته ودعم ولوج المرأة لمراكز القرار، إضافة إلى حل النزاعات الأسرية والاستقلالية الاقتصادية للمرأة والمساواة بين الجنسين. تخللت اللقاء فقرات موسيقية للتحسيس حول مخاطر العنف ضد النساء وضرورة القضاء عليها. احتضن مقر الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية بمقاطعة الأقصر مساء أمس توزيع كسوة الشتاء لصالح 100 من الطالبات الدراسيات من الطالبات الدارسات في فصول محو الأمية. رئيسة الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية سيدة راضية بنت مليزين أكدت أن هذه التوزيعات تدخل في إطار الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الجمعية المتمثلة في مساعدة الشرائح الضعيفة، وأبرزت في كلمتها فضل الإنفاق مبينة الآيات والأحاديث الواردة في الحث عليه وما له من أجر عظيم عند الله. المتحدثة باسم حاكم مقاطعة الإكسار سيدة غلانة من تبرلة أكدت أن هذا العمل الخيري مرحب به، سيما وأنه يدخل الفرحة والسرور على المحتاجين من سكان العاصمة. أما الآن فنصل إلى جديد المال والأعمال وزميلة الغالية متعمر شين، ولكن بعد الفاصلة. محمد شكرا لك. مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية التي نبدأها بأهم أسعار العملة العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني.
البنك المركزي الأوروبي للاستثمار ضخ استثمارات جديدة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة مشاريع تعتزم الدول المعنية تنفيذها. ويتدخل البنك الأوروبي في تمويل مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة وبناء وترميم المطارات والسكك الحديدية. وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار على منح قروض جديدة بقيمة 4.7 مليار يورو ل 25 مشروعا في مختلف أنحاء أوروبا والعالم. وقال البنك إن أكثر من نصف القروض الجديدة طويلة الأمد التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في الأشهر المقبلة ستحسن فرص حصول الشركات على التمويل. وأوضح البنك الأوروبي أن المشاريع الأخرى تتضمن الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء أوروبا وطرقا جديدة لتخفيف الازدحام في هولندا وجنوب فرنسا والدنمارك وقطارات إقليمية للتنقل في ألمانيا وتوسعة المطارات والموانئ الرئيسية في إيرلندا ودول أخرى. وقرر البنك زيادة حجم برنامج شراء السندات الذي يستهدف تعزيز السيولة النقدية في أسواق المال من 60 مليار يورو شهريا إلى 80 مليار يورو اعتبارا من إبريل المقبل، ورفع الفائدة السلبية على ودائع البنوك لديه، مما يعني خفض فائدة الودائع البنكية إلى أقل من نصف. وكانت حزمة الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي في ديسمبر الماضي قد جاءت أقل من توقعات الأسواق مع استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية منذ ذلك الحين. تتواصل الجلسات الساخنة لمجلس العموم البريطاني في وقت تهيمن قضايا بقاء المملكة المتحدة من عدمه في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الأزمة الاقتصادية. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون دعا نواب المجلس إلى وضع اليد في اليد وخوض المعركة معا للحصول على الإصلاحات التي تسمح للمملكة المتحدة بالبقاء. ينتقدها المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية. ويرى كامرون أن البقاء ضمن دول الاتحاد سيمكن بريطانيا من السيطرة على الميزانية، لكن كامرون يواجه انتقادات من حزب العمال المعارض الذي يعتبر أن الحكومة وقعت في أخطاء كبيرة وفشلت في تحقيق أهدافها. أنهى البرلمان الصيني اجتماعاته السنوية التي استمرت 12 يوما بالتصويت على أهداف النمو الاقتصادي للحزب الشيوعي وعلى خطة خماسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية. صوت 98% من أعضاء البرلمان وعددهم حوالي 2900 عضو على تقرير عمل حكومة رئيس الوزراء لي كيشيانغ. استهدفت خطة الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و 7% خلال العام الحالي، زيادة حجم الإنفاق العسكري السنوي للصين بنسبة 7.6% خلال العام الحالي. يذكر أن هذه هي أول مرة تقل فيها الزيادة المقررة للإنفاق العسكري عن 10% سنويا، حيث كانت نسبة زيادة في الميزانية العسكرية للعام الماضي 10.1% سنويا و 12.2% في العام السابق. وفيما يلي نتابع أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا، نشرة المال والأعمال انتهت، عودة إلى محمد، إلى اللقاء. شكرا لك القالية. دوليا، في هذه النشرة أعلن كل من النظام والمعارضة في سوريا رفضهما إنشاء نظام فيدرالي كردي في شمال البلاد. وكانت قوى كردية أعلنت خلال اجتماع اليوم في مدينة ريميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا قيام هذا النظام الفيدرالي الكردي. وشدد الائتلاف المعارض على رفضه تشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات استباقية تصادر إرادة الشعب السوري. كما أعلنت مصادر إعلامية رسمية رفض النظام السوري للخطوة الكردية، معتبرا أن إقامة نظام اتحادي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا لن تكون لها أي قيمة قانونية
ولا أي تأثير سياسي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الجيش الروسي يمكنه في حال الضرورة إعادة نشر طائراته خلال الساعات في سوريا التي سيتم سحب الجزء الأكبر من القوات الروسية منها خلال يومين أو ثلاثة. لكن بوتين أكد أن بلاده ستبقي تجهيزات وجنودا على الأراضي لمراقبة تطبيق الهدنة. في غضون 3 أيام كحد أقصى سيتم سحب الجزء الأساسي المتبقي من القوات الجوية الروسية في سوريا، كما أفادت مصادر من سلاح الطيران والفضاء الروسي. المصادر أكدت كذلك أن المروحيات الموجودة في قاعدة حميميم بمحافظة طرطوس الساحلية السورية ستنقل عبر طائرات الشحن العسكرية. الانسحاب الروسي من الأجواء السورية يبدو أنه ليس نهائيا، فقد أفادت مصادر صحفية أن روسيا ستحتفظ في قاعدة حميميم بمقاتلات من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30، إضافة إلى سرب من قاذفات سوخوي 24 وسرب من المروحيات المقاتلة. ورغم التعتيم على حجم القوات الروسية على الأراضي السورية، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أنها تتراوح ما بين 36 و60 طائرة مقاذفة ومقاتلة و14 مروحية عسكرية وعدد غير معروف من الطائرات التي تطاع بلا طيار. بسبب ما قالت إنه مؤشرات على هجوم وشيك محتمل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم عن قرار يقضي بإغلاق سفارتها في العاصمة التركية أنقرة وقنصليتها العاملة في إسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه تم أيضا إغلاق مدرسة ألمانية في إسطنبول بسبب تحذير غير مؤكد. وكانت السلطات الألمانية أصدرت الثلاثاء الماضي تحذيرا لمواطنيها في أنقرة من هجوم وشيك. أعلنت جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني تسمي نفسها صقور كردستان الحرة مسؤولية عن الهجوم الذي هز العاصمة التركية أنقرة الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 37 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين، ولقي ما لا يقل عن 40,000 شخص مصرعهم منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني حملته للحصول على حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا منذ 3 عقود. مجمل هذه التفجيرات مع الزميلة بتة منتليدالي. جثث متناثرة وصراخ يتعالى من هذا الجانب أو ذاك، وأعمدة دخان تتصاعد مخبرة من تفصله مسافة عن المكان بأن هناك خطب ما. مشهد أصبح مألوفا بالنسبة للمواطن التركي خصوصا في الفترة الأخيرة. سيناريو اختتمت به مدينة أنقرة التركية ليلتها الماضية نتيجة تفجير سيارة مفخخة استهدف حافلة عسكرية تقل جنودا أتراك في ساحة كيزيلاي وسط المدينة. مقتل 28 شخصا وإصابة 61 آخرين هي حصيلة الهجوم الذي ترجح المؤشرات الأولية مسؤولية حزب العمال الكردستاني عنه حسب مسؤول أمني تركي، فيما تقول مصادر موازية في الجنوب الشرقي من البلاد الغالبية الكردية بإرجاعه إلى تنظيم داعش. اضطراب أمني وشلل في الحياة العامة لا يقتصران على تركيا وحدها، إلا أن ما يميزها عن غيرها من دول المنطقة هو كونها تكيل الصاع صاعين. ففضلا عن التفجيرات التي تكلفها الأرواح تلو الأخرى، أصبحت تتصدر المتضررين من مشكل الهجرة بحكم موقعها الجغرافي، بل وتفاقم الوضع ليحرك قضية الأكراد ومسألة انفصال كردستان وما يعنيه ذلك من بعد جغرافي وعرقي. مطبات تسند بعضها مشكلة عائقا دون أن تلحق تركيا رجلها الأخرى بتلك التي كانت قد وضعتها في الاتحاد الأوروبي. قال خفر السواحل الإيطاليين أكثر من 2400 لاجئ تم إنقاذهم منذ يوم الثلاثاء قبالة السواحل الليبية، كما تم انتشال 3 جثث. وأعلن خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق عمليات الإنقاذ من روما أن 951 مهاجرا تم إنقاذهم يوم الثلاثاء، من بينهم 615 مهاجرا أنقذتهم البحرية الألمانية. وكان اللاجئون الذين أنقذتهم سفينة فرانكفورت
إيماين الألمانية مبحرين إلى صقلية. وعقدت سفينة من خفر سواحل إيطالي صباح أمس 750 لاجئا كانوا في 9 قوارب مطاطية عثر فيها على لاجئين. وبحسب المفوضية العليا للاجئين وصل 9500 مهاجر بحرا إلى إيطاليا منذ مطلع العام، في حين أن أكثر من 143 ألفا عبروا بحر إيجا بين تركيا واليونان. ونصل الآن إلى جديد الملاعب هذا المساء وزميل محمد الحسن، ولكن بعد الفاصلة. شكرا زميلي محمد الحي، ومرحبا بكم. نبدأ نشرتنا الرياضية بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث تم اليوم الكشف عن أسماء التشكيلة الغامبية التي ستواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المرابطون ضمن اللقاء المزدوج لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالغابون العام المقبل. وقد ضمت القائمة 20 لاعبا من بينهم 10 لاعبين محترفين في أوروبا، من أبرزهم اللاعب مودور بارون محترف نادي سانزي سيتي الإنجليزي، والدولي مصطفى كرايول الناشط مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي. فيما سيتعرف الجمهور الرياضي الوطني غدا على التشكيلة الرسمية للمرابطين التي ستواجه غامبيا ذهابا وإيابا، ذهابا في الملعب الأولمبي يوم الجمعة المقبل وإيابا في ملعب الاستقلال بمدينة باكو الغامبية مساء 29 من الشهر الجاري. وفي سياق متصل، كشفت مصادر في الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم في موقع كرة عربية أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الفرنسي كورتي مارتينز قد استدعى رسميا حارس نادي جوبيلا الفرنسي الشيخ سلا للمشاركة في المباراة القادمة أمام العقارب الغامبية. ورجحت المصادر أن يكون الشيخ الحارس الأساسي في المباراتين أمام غامبيا، ويلعب الشيخ للفريق الرديف لباريس سان جيرمان، كما سبق له اللعب لأندية مانتو وليوز في فرنسا، إضافة إلى الحارس شيخو. من المتوقع أيضا أن تضم قائمة المنتخب مدافع رديف فريق كان الفرنسي اللاعب حمزة والجوار. وضمن أخبار المنتخبات الوطنية لكرة القدم، دائما ستغادر العاصمة يوم الأحد القادم بعثة المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 سنة، وذلك باتجاه العاصمة الجزائرية، حيث سيلتقي منتخبنا الوطني للشباب نظيره الجزائري بملعب عمر حمادي بحي بولغين ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب أقل من 20 سنة التي ستستضيفها زامبيا العام المقبل. وسيدير لقاء بين المنتخبين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعدي سعد مروان واسماعيل أيمن، فيما ستدار مباراة العودة بين المنتخبين المقررة في 22 إبريل من طرف طاقم تحكيم جزر رأس الأخضر بقيادة الحكم الدولي تيمار مينداز، الذي سيساعده أيضا طاقم من كاب فير. أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم عن إجراء الدور الربع النهائي من الكأس الوطنية، وذلك يومي 16 و17 من شهر أبريل القادم، بما أكدت العصبة أنه سيتم تحديد موعد إجراء القرعة بين الفرق المتأهلة إلى هذا الدور في وقت لاحق. وقد تمكنت فرق تجنين الشرطة فرق زينة الكونكورد الإكسار أفسين واليبو اتحاد العصابة انتر نواكشوط من حجز تأشيرة العبور إلى الدور الربع النهائي من هذه المسابقة. خارج نطاق كرة القدم وبالتحديد في جديد تنس الطاولة، بدأت الاتحادية الموريتانية لهذه اللعبة في استقبال ملفات اللاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 سنة الراغبين في المشاركة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي. وستقام تدريبات أيام الثلاثاء والسبت في دار الشباب القديمة بإشراف المدير الفني للاتحادية يسلكو. نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا على متابعتكم، وعودة إلى زميلي محمد الحي.
شكرا لزميل محمد الحسن. ختاما لهذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق على مشاريع مراسيم مهمة ويستعرض بيانين يتعلقان بتعبئة الموارد لبناء ميناء المياه العميقة في نواديبو واعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في ترارزة. الجمعية الوطنية تصادق على القانون المتعلق بمحاربة الفساد وعلى تعديلات في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. النظام والمعارضة في سوريا يرفضان إنشاء نظام فيدرالي كردي في شمال البلاد، وروسيا تؤكد سحاب قواتها خلال يومين أو ثلاثة. نهاية هذه النشرة، أعود فألتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلك الحين، في أمان الله.